طلب سياسيون من محافظة كركوك بضرورة أن تنتهج الحكومة العراقية الجديدة سياسة التوافق والشراكة الحقيقية بين المكونات في إدارة البلاد والابتعاد عن سياسة التفرد والإقصاء والتهميش التي كانت السمة البارزة لسياسة الحكومة السابقة. السياسيون شددوا على أن انتهاج مبدأ التوافق والشراكة الحقيقية كفيل بالخروج من حالة الاحتقان السياسي والمشاكل العديدة التي تعصف بالبلاد جراء السياسات المتخبطة للحكومة السابقة. دعا سياسيون من محافظة كركوك الحكومة العراقية الجديدة إلى ضرورة انتهاج مبدأ التوافق والشراكة الحقيقية بين المكونات الأساسية في إدارة البلاد، مشددين على ضرورة أن تبتعد الحكومة الاتحادية الجديدة عن السياسات الخاطئة للحكومة السابقة والمتمثلة بسياسة الإقصاء والتهميش والتفرد في اتخاذ القرارات وافتعال الأزمات. العراقيين بشكل عام والكتل الكيانات السياسية يترقبون وينتظرون من الحكومة الجديدة لملمة الأوراق وإعادة بناء جسور الثقة بين الأطراف التي فقدت خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، وخصوصا علاقة الحكومة الاتحادية بحكومة الأقليم، كذلك بإعطاء أكثر مساحة من اللامركزية الإدارية والمالية المستقلة للمحافظات التي نصت عليه الدستور العراقي وتم التباطؤ وعدم الجدية من قبل الحكومات العراقية السابقة منذ بعد 2003، فيتأملون بأن هذا العهد يكون عهد الحزم وعهد أكثر جدية وعهد وضع النقاط على الحروف والابتعاد عن الشعارات التي تم تبنيها من قبل الحكومات الأخرى السابقة ولم يدخل حيز التطبيق. نسأل ونطالب الحكومة الجديدة أن لا يكون على نفس المنوال، وهذا ما نتمناه طبعا، ونحن كأبناء الشعب العراقي وكأبناء محافظة كركوك لدينا مطالب ونتمنى أن ينفذ، ومطالب ليس بالخيالية، من أبسط حقوق ومن أبسط ما يكون من حقوق أي شعب وأي مكون أو أي محافظة. نحن في محافظة كركوك عانينا الأمرين في عهد النظام البائد، التمييز العنصري والطائفي على كافة الأصعدة. لدينا كثير من المشاكل، نريد أن يتم حل هذه المشاكل خلال هذه الحكومة، فترة هذه الحكومة، ونتمنى أن يكون خلال السنة الأولى. نحن في محافظة كركوك مكونات عديدة، ونطالب باسم كل المكونات ليس فقط مكون واحد أن يحترم حقوق المكونات في بغداد وخصوصا في التشكيلة الحكومية. مراقبون للمشهد السياسي دعوا إلى عدم إقحام وزج الجيش في الخلافات السياسية والعمل على بناء مؤسسة عسكرية تنحصر مهمتها في محاربة إرهابي داعش في الوقت الحاضر وحماية الحدود الخارجية للبلاد مستقبلا. نأمل من الحكومة الجديدة المتشكلة أن يلتزم بالدستور كما حلف، وأهم مبادئ الدستور هو أن لا يدخل الجيش في الخلافات السياسية، وأيضا المهم أيضا أن لا يتولى الوزارات الأمنية جهة ميليشياوية أو لها نوع من التطرف. يجب أن يكون مهنيين لأن العراقي عراق اتحادي، ويجب أن يشعر جميع المواطنين بأن الجيش العراقي والقوات الأمنية هي تدافع عن جميع مكونات العراق بدون أي اختلاف، وأيضا أن ينظروا إلى أنه القوات البيشمركة هي جزء من المنظومة الأمنية وأن يكون هناك تنسيق بين هذه القوات. محافظتنا يعني مثل نصير كل المحافظات، هسه احنا محافظة كركوك يعني عندنا مجلس محافظة، يعني مجلس محافظة ما عنده صلاحية مثل كل المحافظات، هسه محافظات غيرها يعني إلى حق كل شيء يعني ينفذ وكل أمر هو يأخذ من كيفه. احنا محافظة كركوك إلا أمر من بغداد، يعني احنا نتمنى محافظة كركوك، يعني احنا ممنونين من محافظة كركوك أو مجلس المحافظة، يعني بس ما عندنا صلاحية من مثل كل المحافظات. انتهاج مبدأ التوافق والشراكة الحقيقية في إدارة البلاد كفيل بالخروج من حالة الاحتقان السياسي والمشاكل العديدة التي تعصف بالبلاد جراء السياسات المتخبطة للحكومات السابقة والتي تمثلت بالإقصاء والتفرد والتهميش. فارس الماجد، فضائية كركوك.